تتابعونا في الأخيرة. في أوكرانيا إجلاء مئات الجرحى من مصنع أزوفستال، والبرلمان الفنلندي يصادق على انضمام البلاد إلى الناتو. وفي الانتخابات اللبنانية، حزب الله وحلفائه يتراجعون والمستقلون يحققون المفاجأة. في المغاربية، القضاء العسكري التونسي يصدر أحكاماً بالسجن في حق عدد من النواب في البرلمان المنحل. تتابعون الأخيرة في 8:00 بتوقيت غرينتش، 11:00 بتوقيت القدس. أيضاً تتابعون الأخيرة على موقعنا على اليوتيوب. شكراً لكم.